السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بدي أحكي عن التجربة اللي هي في هذه القناة، وهذه القناة بالنسبة إلي هي ليست قناة عامة، إنما قناة خاصة. بمعنى خاصة أنه أنا بقول ما أحلله أو بحكي عن تجربة شخصية في الثورة السورية، وبحكي عن شيء نتقاطع فيه. فالمجتمع المتجانس رح يشوف لهذه القناة، هو يعتبر حاله جزء منها. لكن المجتمع اللي هو خارج هذا السرب، أنا حقيقة ما بحذف تعليقات، إنما أحضر صاحب التعليق. وهذا الموضوع ما في ديمقراطية أبدا، لسبب بسيط: جميع الحكام العرب بيسعوا إلى مجتمعات متجانسة، وأولتهم النصيري بشار الأسد. ما هو اللي صرح فيها أنه هو يريد مجتمع متجانس؟ من أصل 23 مليون سوري الآن توجد في حاضنته اللي هو محتلها حوالي 8 مليون سوري، وهو قال أنه هو يسعى إلى مجتمع متجانس. وطلع النافق المجرم جميل حسن هذا النصيري وقال أنه أنا على استعداد أنه نرجع سوريا إلى 10 مليون وعلى رقبتي، هيك قال. الآن هذا المحور السرطاني اللي منبعه فارس، أليس يسعى إلى مجتمع متجانس؟ هل يقبل فينا نحن؟ لا. الآن هذه الدملة السرطانية في لبنان أو في العراق أو في اليمن، تقبل بمجتمع متجانس إلا ما تراه حصلاً؟ الآن إحنا نقتل بشكل علني، أليس لأنه نحن لسنا متجانسين معهم؟ ألا يوجد طابور خامس بشع جدا يزاود عليك وهو ليس متجانس معك؟ كيف أنت بدك تتجانس معه؟ إحنا صغرنا الأمور على مستوى قناة على تيك توك أو يوتيوب، ونطالب أن نكون مجتمع متجانس، أي ما أنا صفحة عامة، صفحة خاصة. وأنا حقيقة أي واحد يتعرض، خاصة إذا كان سوقي، يعني أنا ما أحفظ أسماء اللي بيعلقوا إلا إذا كان التعليق جيد، والتعليق الجيد بيبين من أول حرف، والتعليق السلبي بيبين من أول حرف. لذلك أنا ما بعذب حالي وبقرأ التعليق، إنما بحضر صاحب التعليق، لأنه أنا حقي. أنا عملت بسوريا إنه يجب أن أكون أحد الخرفان وانتظر ذبحي من هذا، من هي العصابة. طيب، إذا كانت هذه المشيئة العربية في الدول العربية إنه كل طاغية يعمل مجتمع متجانس له، وهو نجح، يعني طغاة في الوطن العربي إفرازاتهم إنه استطاعوا إنه يعملوا مجتمع متجانس، وهذا المجتمع المتجانس يسعى فيه الطاغية إنه يكون أدنى منه مرتبة بالفهم وبالعلم وبالدين، ما عنده دين طبعا هو، لذلك بيطلع مجتمع خراف بشكل نظامي. وهذا المجتمع من الخرفان يدافع عن الراعي بلآمة وبشدة وبحقارة وبأفظع الكلمات. إذن ليش أنتم تزاودون علينا نحن أهل الثورة إذا سعينا لمجتمع للمتجانس بيشبهنا؟ طب هذا العزل اللي احنا فيه، وهذا الهجوم اللي هو من 250 مليون دملة سرطانية منبع إيران وموزعة في عدة دول، يعادون بضعة ملايين في سوريا، معناها احنا متجانسين وهم متجانسين؟ حقنا احنا نمتلك منصاتنا ونمتلك هويتنا ونتجانس بعيد عن هؤلاء القتلة، هذا حقنا، لا أحد يزود علينا. اللي عجبته آراءنا أهلا وسهلا فيه، اللي ما تعجبه يبتعد، يروح يتجانس مع القطيع اللي بيشبهه. إحنا رؤوس وإحنا أحرار ولسنا قطعان. فاللي بيحس حاله متجانس معنا أهلا وسهلا به، ومن خلال هذه المنصات عم نستطيع نفرز أنفسنا. يعني الآن في هذه القناة اكتشفت مئات من السوريين ما شاء الله مستوى عالي جدا، وشعور بالألم وشعور بالمسؤولية وشعور بمسؤولية تجاه هذا الشعب، تجاه هذه الأرض. نسعى إلى التجانس فقط.
أما المحاور الأخرى كنصيرية أو دمل سرطانية مطايا إيران مثلا أو طابور خامس، هدول يبتعدوا. لأنه أنا بالنسبة إلي بعد كل فيديو بحط جنب مني كيس كبير من العظم، بمعنى أي كلب بتزت له عظمة حتى تخلص منه، وأنا نيابة عن هذه العظمة بحظر فقط. نسعى إلى مجتمع متجانس بيشبهنا. سوري، لم تعترف بأنك سوري، الله والنبي معك. لم تعترف أنك أنت تنتمي لهذه الأرض، الله والنبي معك. ما اعترفت أنه في مظلومية وقعت على المسلم العربي السوري وتضامنت معه، الله والنبي معك، ابتعد وتجانس مع غيرنا. هذا المطلوب بكل بساطة. احنا شعب الله المختار في الابتلاء، والآن بتشوفوا المحاور المتجانسة مع بعضها تهجم علينا بشكل رهيب، اللي هو مطايا إيران في المنطقة، إن كانوا في لبنان ولا في العراق ولا في اليمن، إن كانوا النصيرية، وإن كانوا الطابور الخامس المفسد اللي هو غرائزي. فإذا هن متجانسين مع بعضهم ويشنون هجوما، هدول بيعدوا لهم 200-250 مليون عم يهجموا على هالبضعة ملايين. ودائما الأكثرية حتى في القرآن لم تذكر بإيجابية، إنما الأقلية هي التي تفوز إن شاء الله. ونحن صابرين ونسعى إلى مجتمع متجانس، ولم يمتنا تظلوا بخير.